ما انت ايه ياما؟ هي اختك خلت في ايدينا حاجه نعملها وخلاص. يعني ايه؟ البيه نكره انه له علاقه باللي في بطنها، وقال اختك سمعتها زي زفت في الكليه، وانه ما شرفوش انه يتجوزها ولو ليوم واحد. عملتي بك ايه؟ بس ياما بس والنبي، حرام عليك والنبي، حرام عليك، حرام عليك، بس 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 وعدتي، حرام عليكم، حرام عليكم. انا اعلى ايه منين ولا منين؟ يا رب يا رب يا رب صبرني على ما ابتليتني يا رب، يا رب صبرني يا رب.